سورة الترمذي التفسير، ما زلنا في التفسير، وتفسير هنا تفسير سورة يونس. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. قال ابن عين ثقة، وقال أبو حاتم: كان رجلا صالحا وكانت به غفلة. قال الإمام أحمد: اكتب عنه، ذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا سفيان، وسفيان هنا سفيان بن عيينة النجم، عن محمد بن المنكدر، ومن الثقات الأثبات، عن عطاء بن يسار، نعم هو من الثقات الأثبات أيضا. قال: عن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء. هذا فيه دلالة على جهالة هذا الرجل. قال: سألت أبا الدرداء رضي الله عنه وارضاه عن هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، فهي الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. وفي رواية ذكر فيها، ذكر نحوه، لكن ذكر فيها عبد العزيز ابن رفيع الأزدي عبد الله المكي، وهو ثقة، وعن أبي صالح السمان، وهو من ثقات الأثبات، عن عطاء بن يسار من ثقات أيضا، عن رجل من أهل مصر به. وقال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، وهو ثقة، وثقة أبو حاتم قال ثقة، والنسائي قال ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا حماد بن زيد، ومن الثقات الأثبات، رواه الجماعة، عن عاصم بن بهدلة، هو عاصم بن أبي النجود القارئ الكوفي، ويعني مقارب، إسناده مقارب، ليس بالضابط وليس بالضعيف، ليس به بأس. نعم. قال أبي صالح السمان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بعدنا هذه المسألة فيها تفسير قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هي أصل الآية أو أول الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأصالة لابد أن نفهم من هم أولياء الله جل في علاه. المسألة على أولياء الله، فمن هم أولياء الله جل في علاه؟ الحق أن الولاية مراتب، وهذه الولاية فيها النجاة وبها السداد والرشاد، لكن هي مراتب. أول مراتب الولاية فعل الواجبات وترك المحرمات، والدلالة على ذلك هو حديث الصحيحين عن رجل سائر الرأس جاء يسمعون له دوي ولا يعلمون ما يقول، لا يعلم ما يقول، ثم قال: أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: أتانا رسولك، إلى آخر الحديث. لكنه سأل عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم ذكر الصوم، وهو يقول في كل مرة: هل علي غيره؟ فيقول: لا، إلا أن تطوع. فقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، أو قال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد الذي أريده، قال: من أراد أن ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. في الأخرى قال: أفلح إن صدق، فهو يدخل الجنة من أول وهلة إذا كان وليا من أولياء الله جل في علاه. وللحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر الولي، كان سأل يسأل: ومن الولي؟ فكانت الإجابة من الله جل في علاه بأنه قال: ولا يزال، قال: وما تقرب إلي عبدي. فشوف هنا شرفها بالعبودية، وبعد ذلك التقرب، قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. إذن أحب شيء إلى الله تعالى الفريضة، وهو هنا أضافه لنفسه إضافة تشريف، وهي بأعظم المقامات وأرقى الصفات والسمات، وهي العبودية. فهذه أول مراتب الولاية.
أول مرات الولاية التي قال فيها الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه المرتبة الأولى، وبعد ذلك ترتقي المراتب كلما زاد المرء من النوافل والمستحبات مع الواجبات، وترك من المكروهات مع المحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولا زال عبدي يتقرب إلي، ما زال، شوف عبدي بالإضافة، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه بصره. احتج ابن تيمية بهذا على أن الفتوى تكون من الذي تقرب إلى الله جل وعلا أعظم من غيره، الغرض يكون أسد وأوفق. الغرض المقصود أن هذه مرتبة ولاية أيضا، وتتفاوت هذه المراتب إلى درجات علا. فهذا الولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم بفتنة في الدين في الدنيا، ولا بتسلط أهل الكفر والعناد عليهم تسلطا يفتنهم في دينهم، وإن كان قد يكون لهم ما لهم من الدول عليهم، والأيام دول كما قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنون مما يكون، هم لا يخافون من الذي سيأتي، ولا يحزنون على ما مضى، وهم يعلمون أنهم في طريق الهدى لا في طريق الرضا، ما داموا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم يحزنون، قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما بشرى الآخرة فهي الجنة. وفسرها أبو الدرداء بذلك، قال لما سئل عن قول الله جل في علاه: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل من أهل مصر، فحي الله أهل مصر، وحي الله مصر ومن فيها ومن عليها، ونسأل الله أن يحفظها ويحفظ بلاد المسلمين. والعلم، أنا رأيت العلم حقا، رأيت علم كاد يندثر لولا أن صدر الله له هذا الرجل الذي يسأل عنه. وهذه دلالة على أن أهل مصر كانوا حريصين جدا على العلم، وثم صاروا أشباحا بلا أرواح. نسأل الله تعالى أن يردهم إلى حضرة العلم ردا جميلا، فهم والله سادة وقادة، وإذا أتقنوا ارتقوا وسموا. فنسأل الله تعالى أن يردنا إليه جميعا ردا جميلا. نسأل الله أن يحفظ مصر وبلاد المسلمين جميعا من كل كرب ومن كل غم ومن كل هم ومن سطوة الأعداء، اللهم أمين يا رب العالمين. فهنا قال ما سألني، وكما قلنا بأنه العلم يكون بالسؤال، وعدم السؤال عن مسائل العلم يجعلها تندرس، لا سيما وأن أبا هريرة لما سأل النبي: من أسعد الناس بصحبتك أو بشفاعتك؟ قال: ما ظننت أحدا يسألني عن هذا أول منك يا أبا هريرة. ففيها دلالة على حرص أهل مصر على العلم. فسألوا أبا الدرداء فقال في قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما الآخرة فالجنة، وأما البشرى في الحياة الدنيا، قال: الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. البشرى بشرى من الله في الحياة الدنيا بالرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. وأنا في الترمذي بالذات فصلت الكلام على الرؤية فليرجع له، لكن هنا من هذه البشارات، لأن الإنسان إذا كان يعني إذا سمع المدح والثناء والحسن على فعاله بالخير، فليعلم أن هذه من عاجل بشرى المؤمن، وأن للمرء المكلف سيطان، صيت في السماء وصيت في الأرض، وهما يتلازمان مرتبطان، فصيت الأرض ملتزم بصيت السماء، ومدح الناس لأعمال الخير من أهل الخير، دعك أشوف التقييد هذا مهم جدا، من أهل الخير، هذا من عاجل بشرى المؤمن، والمؤمن من سرته حسنته وساءته معصيته. فقال لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة، وقد فسرها بعض العلماء أيضا في قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقالوا: البشرى في الحياة الدنيا هي الثناء الحسن، البشرى في الحياة الدنيا هي الثناء الحسن، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من عاجل بشرى المؤمن، لأن إجراء الثناء الحسن على ألسن الناس هذه من الله جل في علاه، هذه من الله، بأن الله إذا أحب عبدا أجرى الثناء على ألسنة الناس له.
كما في الحديث إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه ثم يحبه الملائكة ثم يكتب له القبول في الأرض. وقد قيل لهم البشرى في الحياة الدنيا قالوا هذه عند الممات، هذه عند الممات أو عند القضاء لعموم قول الله جل في علاه تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن عباس البشرى في الدنيا عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشارة لأنه عند الاحتضار يحتضر فتأتي الملائكة فتبشروا بأن الله يجعل كتابه في عليين. ولا منافات بين هذه التفسيرات جميعا وإن كانت متلازمة. فإن الثناء الحسن الذي على ألسن الناس من رضوان الله والرؤية الطيبة التي يراها المرء لأخيه هي بشرى في هذه الحياة الدنيا، وبعد ذلك يختم له بما عاش عليه بالثناء على الله جل في علاه وذكر الله وثناء الناس عليه حتى بعد الممات لا ينقطع عنه هذا الخير. اللهم اجعلنا منهم أنت أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا منهم أنت أرحم الراحمين. ألفت الانتباه إلى أن الولاية لا تستلزم العصمة، ولاية الله لا تستلزم العصمة، وأعظم الناس دخولا وأول الناس دخولا في ولاية الله جل في علاه العلماء والفقهاء، وهذا قالوا جهابذة أهل العلم. عندما قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب قال الإمام الشافعي العلماء هم أولياء الرحمن هم أولياء الله، ولذلك قال أبو حنيفة الفقهاء هم أولياء الله، فمن لم يكن الفقيه ولي الله فلا أعلم لله وليا. وأيضا لا تستلزم الولاية العصمة، وهذا ذكره الإمام ابن تيمية في التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وقال لا يستلزم أو كلام فيما معناه لا تستلزم الولاية العصمة، بل قد يقع في الكبيرة لكن يستلزم من ولايته أن يتوب ويؤوب إلى رب جل في علاه. فسرعة الفيئة وسرعة التوبة والأوبة من أعظم أعمال أولياء الرحمن، ولو تاب ألف مرة تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، والله يحب من العبد أن يكون كذلك توابا لربه جل في علاه. خلق المؤمن مفتنا نساء إذا ذكر تذكر، يفيء إلى الذنب ألفين بعد ألفين، له الذنب يفيء إليه ألفين بعد ألفين، أو الذنب يقوم عليه إلى يوم القيامة إذا ذكر تذكر. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. الفوائد المستنبطة قبض العلم بقبض العلماء. نعم نسأل الله أن يحفظنا جميعا. من فقه التعليم الثناء على طالب العلم المجد، من فقه المعلم الثناء على طالب العلم المجد إذا قال ما سألني عنها أحد غيرك. نعم.